فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها، فهل عليها عدة؟ نعم، إذا عقد على امرأة ومات قبل الدخول فهي زوجته، ترث منه وتعتد عدة الوفاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة إن كان زوجها كافر، سمعتم الحديث قصة بروع بنت واشق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالعدة ولها الميراث، حكم لها بالميراث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.